يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. حياكم والله في سلسلة أخبار هوليوود. وأنا عارف أكيد إنك تسأل الحين يا وجيه وين الغيبة؟ في حال إنك ما تتابعني على مواقع التواصل الاجتماعي يعني أكيد عندك تساؤل وين الغيبة كذا لك أسبوعين ثلاثة أسابيع ما شفناك في اليوتيوب. قبل فترة سويت كم عملية جراحية في فمي، شوية ضروس عقل مدفونة وشوية حوسة، واضطريت أغيب فترة بسيطة أعالج فيها فكي الشبه مدمور. وإذا في درس تعلمته من آخر 7 سنوات في حياتي يا جماعة فهو إنه لازم انتبهوا لأسنانكم مهما كلف الأمر. أول ما تحس أي وجع تافه في فمك روح راجع طبيب الأسنان. أنا سويت مجنون وكنت أتجاهل الألم البسيط وأقول لا بسيط يا عمي بكرة يروح، إلين وقعت في الفخ وفمي عطب والآن أحتاج زراعة عظام وحوسة، ولكن الحمد لله الأمور عدت على خير وقمت بالسلامة. سويت مجموعة عمليات ولكن باقي لي عملية واحدة مقسمة إلى قسمين بخلصها السنة الجاية. المهم يا عزيزي الوجيه مالك في الطويلة، هذا كان سبب غيابي الفترة الماضية عن اليوتيوب، فلذلك أحب أذكرك تشترك بالقناة لو ما كنت مشترك وتفعل جرس التنبيهات على طريقك، ولو عجبك الفيديو وحاب تدعم القناة زر اللايك بيكون أحلى دعم ممكن تقدمه للقناة، وتعال تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد والتويتش وقناة الألعاب والميمز والقناة الترفيهية بشكل عام، كلهم راح تحصلهم في صندوق الوصف. غير كذا يلا بينا نبدأ. صرحت مؤدية شخصية آيرون هارت أو ريري ويليام، واللي كان أول ظهور لها في فيلم بلاك بانثر الجزء الثاني أو بلاك بانثر وكاندا فور إيفر، وقالت إن توني ستارك أو آيرون مان أعطاها خطابات تحفيزية داخل عالم مارفل السينمائي أو داخل قصة عالم مارفل السينمائي بشكل عام، وكان له دور كبير في تشجيعها. الكلام هذا يا جماعة ممكن يعطينا أمل في إننا نشوف فلاش باك يوما ما لآيرون مان معاها، لأنه في بعض نسخ الكوميك، في حال إنك مطلع على الكوميك، كان فيه علاقة رهيبة جدا ما بين آيرون مان وآيرون هارت أو ما بين توني ستارك وريري ويليام. فكيف ممكن يتطرقون لهذه الجزئية داخل عالم مارفل السينمائي بعد هذا الخبر؟ الله أعلم، بس كل شيء راح يتضح مع الأيام. في خبر يا جماعة انتشر عن جاكي شان، ولعل الناس فهموه بطريقة جدا خاطئة الأيام الماضية. ممكن معظمكم يعرف فيلم Everything Everywhere All at Once، فيلم خيال علمي عن العوالم الموازية، نزل السنة الماضية وكان جدا رائع. المهم يا جماعة بعد النجاح الكبير اللي حققه الفيلم وطاقم الفيلم، جاكي شان أرسل رسالة لبطلة الفيلم ميشيل يو، من باب يعني كذا إنه إيش، ألف مبروك على النجاح الرهيب اللي حققتيه لهذا الفيلم ومن هذا الكلام، ولكنه اختتم رسالته وقال لها أحب أقول لك إن المخرجين قبل ما يتواصلوا معاك اتواصلوا معايا. طبعا الجمهور فهم الرسالة غلط، إنه أوه جاكي شان غيران ومدري وشه وش عنده الشايب خلاص يبغى ياخذ رزقه ورزق غيره، ولكن في الواقع يا جماعة جاكي شان وميشيل يو تربطهم علاقة صداقة جدا قديمة، والكلام هذا قالوا لها من باب المزح لا أكثر. عموما بعيدا عن الخبر هذا، لا يفوتكم الفيلم، مرة مرة رهيب وغريب، محبي الخيال العلمي والسفر عبر الزمن والعوالم الموازية مرة راح يعجبهم، بس حطوا ببالكم انه الفيلم للكبار فقط وفيه اشياء مرة غريبة ومقرفة راح تشوفوها داخل الفيلم، بس ستيل الفيلم مرة رهيب. وبما اننا تكلمنا عن بلاك بانثر وكاندا فور ايفر في بداية الفيديو، احب اقول لكم يا جماعة انه توفر بجودة 4K على منصة ديزني بلس، ياب وعلى منصات ثانية برضو. اذا ما حصلت لكم الفرصة انكم تشوفون الفيلم في السينما، اهو صار متاح للمشاهدة في اي وقت ومن اي مكان. انجوي. الجزء الاخير من ذا بويز او الموسم الرابع من مسلسل ذا بويز الشهير، ياب مثل ما سمعتني راح يكون الموسم الأخير، وبعدها راح نودع ذا بويز إلى الأبد للأسف. خبر حلو وحزين في نفس الوقت، بس صدقوني يا جماعة أنهم ينهون المسلسل بشكل ممتاز أفضل من أنهم يحلبونه ويمطمطونه ويطولونه أكثر من اللازم. للحين ما في موعد رسمي لعرض الموسم الأخير من ذا بويز، ولكن غالبا في 2024 ممكن نشوفه، أو في أواخر 2023 الله أعلم. قلتها 20 مرة وراح أكررها برضه، لو ما تابعت مسلسل ذا بويز لا يفوتك مسلسل رائع دموي عنيف جريء، اللعنة يا ساتر. بس برضو اعمل حسابك الفيلم او المسلسل عفوا للكبار فقط، فيه مشاهد من كل نوع. ولمحبي سلسلة افلام سكريم الشهيرة، احب اقول لكم انه الجزء الخامس من هذه السلسلة قادم سنة 2023 وبالتحديد في شهر مارس، يعني بعد شهر تقريبا من تاريخ هذا الفيديو. لا وازيدكم من الشعر بيت، الفيلم بيكون اطول اجزاء السلسلة من حيث المدة، راح تكون مدة الفيلم 2:03 بالضبط. HBO يا جماعة تضيف أكثر من 90 فيلم إلى منصتها خلال الفترة الماضية، بعضها من إنتاجاتها وبعضها من إنتاجات شركات ثانية. طبعا الخبر هذا ما راح يفيدنا لأنه ما عندنا HBO إلى الآن، ولكن للأمانة حاجة كويسة، وتغذية المحتوى حاجة مرة ممتازة، بحيث لما يفتحوها عندنا يكون في عندنا خيارات كمشاهدين، مش ندخل على منصة فاضية. فكروا فيها. فيلم The Woman King يا جماعة للنجمة فيولا ديفيس، هو توفر بجودات رقمية من فترة طويلة، ولكن
ولكن خلال الشهر هذا راح يتوفر على منصة نتفليكس برضو، واحد من الأفلام الجيدة جدا اللي نزل سنة 2022، وانصحكم تتابعونه لو جاتكم الفرصة لأنه مرة ممتع وفيه قصة مختلفة ومميزة ومستوحاة من قصة واقعية. شو يا جماعة، نتفليكس قبل فترة قالت انها راح تمنع مشاركة كلمات المرور، وفي نهاية كل شهر لازم تسجل دخول على حسابك من جديد بحيث ما حد يقدر يدخل عليه من خارج شبكتك، واذا ما سويت هذا الكلام ممكن يحضرون حسابك ويتقفل وما نعرف ايش. ولكن قبل كم يوم يا جماعة نزل خبر غريب شوية صراحة. نتفليكس قالت انه موضوع عدم مشاركة كلمات المرور والنظام هذا هو خطأ تقني وتم ازالته. ياب كذا قالوا، ماني عارف هم بطلوا فجأة ولا شافوا الموضوع راح يخسرهم، الناس بدت تسحب عليهم الله أعلم، ولكنهم ألغوا الفكرة تقريبا مبدئيا، ما أدري عاد بيطبقوها بعدين ولا لا الله أعلم. الجزء الثاني من فيلم جلادييتور أو المجالد راح نشوفه إن شاء الله سنة 2024 في صالات السينما، وأكيد راح يكون من إخراج نفس المخرج العبقري ريدلي سكوت. عاد صراحة أنا ماني قادر أرفع سقف طموحاتي كثير للجزء الثاني، بس إنه في حال لا سمح الله وإنت ما تابعت الجزء الأول من فيلم جلادييتور يا شيخ، اذا ما اعجبك لك اللي تبغاه، لك اللي تبغاه. ايام قليله يا جماعه تفصلنا عن مشاهده الجزء الثاني من فيلم انت مان، واللي مثل ما قلت لكم راح يكون احد اهم افلام السنه، او على الاقل راح يكون احد اهم افلام المرحله الجديده لعالم مارفل. يعني بعد ما تشوف هذا الفيديو بيكون باقي على الفيلم يمكن اقل من 10 ايام. عاد اذا انت محظوظ وعندك سينما اي ماكس في مدينتك لا تشوفه الا اي ماكس او في اكبر شاشه موجوده في مدينتك. صرح الممثل والنجم الكبير مايكل بي جوردن وقال ان الجزء الرابع من سلسلة افلام كريد راح يحصل، حلب ولا مش حلب القرار راجع لك. ولكن السلسلة يا جماعة هذه لها جمهور جدا كبير حول العالم، وللأمانة السلسلة جدا رهيبة لمحبي الأفلام القتالية أو الأفلام اللي تدور حول رياضة الملاكمة بالتحديد. عاد متى بينزل الجزء الرابع الله أعلم، ولكن ما ننساش إنه الجزء الثالث من كريد راح ينزل في شهر مارس هذه السنة. ياب قريب مرة، ما عاد بقي شيء، فبدري إننا نتكلم عن الجزء الرابع، ولكن ياب فيه جزء رابع راح ينزل من سلسلة أفلام كريد، متى الله أعلم، نشوف الثالث بعدين ننتظر الرابع. صرح المخرج جيمس كاميرون كاتب ومخرج سلسلة أفلام أفاتار الشهيرة، ومثل ما قلت لكم يا جماعة في فيديوهات سابقة، إن الجزء الثالث من أفاتار راح يقدم شعب جديد واللي هم شعب الرماد أو The Ash People. ولكن اللي ما نعرفه يا جماعة عن شعب الرماد هذولي إنهم شعب جدا عدواني وشرس. هذا الكلام قاله جيمس كاميرون، قال إنهم شعب عدواني جدا وشرسين على عكس شعب البحار اللي كانوا يميلون أكثر إلى السلام. حلو، شعب عدواني وجديد، ليش لا، نحب نشوف شوية عدوانية في عالم أفاتار، هو مليان عدوانية بس كمان شوية عدوانية إضافية مو غلط. ولمحبي وعشاق مسلسل أمبريلا أكاديمي أحب أقول لكم يا جماعة أنه الموسم الأخير من المسلسل تم البدء في تصويره، عاد متى بينزل الله أعلم، ولكن بما أنهم دوبهم بدأوا في تصويره يعني اعطوهم سنة كذا وممكن نشوفه في 2024. يب انت سمعتني كويس، الموسم الاخير من The Umbrella Academy. توفر فيلم بابلون للمشاهدة بجودات عالية على الانترنت، وللامانة بالرغم من النقد القاسي اللي واجهه الفيلم هذا والخسائر الكبيرة اللي حصلت له في شباك التذاكر العالمي، الا اني تابعت الفيلم يا جماعة وكان واحد من اجمل واروع افلام السنة. اي نعم صحيح انه يحتوي على مشاهد جدا قذرة في بداية الفيلم وكان بالامكان الاستغناء عنها او تخفيفها بطريقة ما، ولكن للامانة هي توضح مدى الفوضى اللي كانت تمر فيها السينما الصامتة، وكيف تحول السينما من الصامتة إلى الناطقة حاس الدنيا حوس وغير حياة الممثلين بشكل ما حد كان متوقعه. عموما لا تأخذوا براء الناس، أنصحكم تتابعون الفيلم بالرغم من إنه طوله 3 ساعات وشوية، إلا إنه فعلا شيء يستحق المشاهدة إذا أنتم مهتمين بتاريخ السينما وتحول السينما من الصامتة وإلى الناطقة. ولكن اعملوا حسابكم، الفيلم مليان مشاهد غير مناسبة إلى حد كبير، فحطوا في بالكم إنه الفيلم لما تتابعوه مع الناس اللي تعرف يعني وكذا. الجزء الرابع من أفلام باد بويز قادم، ياب قادم، وراح يكون من إخراج عادل العربي وبلال فلاح، متى وين وإزاي لسه ما في معلومات كثيرة، ولكن اللي متأكدين منه إن الجزء الرابع لباد بويز قادم لا محالة. حلو. صرح جيمس غان يا جماعة وقال إن الممثلين غال غادوت وجيسون مومو وإزرا ميلر وزكاري ليفي راح يكون عندهم فرصة وخيار مطروح أمامهم لو حبوا يرجعوا لعالم دي سي ويظهرون في أعماله المستقبلية. أوكي حلو، واي نوت. وبالحديث عن دي سي يا جماعة، يقول جيمس غان إنه ما كان عنده فكرة أصلا لتوظيف هنري كافل كسوبرمان من جديد في الخطة الجديدة لعالم دي سي، وإنه فيلم سوبرمان القادم راح يكون بقصة مختلفة وممثل مختلف،
وأيا كان سوبرمان اللي راح نشوفه في المستقبل، هنري كافل ما كان خيار بالنسبة للمخرج ورئيس دي سي جيمس غان. أيا كان اللي في راسك يا جيمس غان، أحب أقول لك أوكي سوبرمان جديد مو غلط، بس إنك تطلع هنري كافل والله راح تندم مستقبل ونتذكر كلامي. وبالحديث عن دي سي يا جماعة، برضو صرح المخرج جيمس غان وقال إنه فيلم ذا فلاش القادم راح يكون واحد من أعظم وأفضل أفلام السوبر هيرو اللي راح يعرفها التاريخ. أوكي تصريح إيجابي وتسويقي في نفس الوقت، بس لا تثقوا في كلام جيمس غان، احكموا بأنفسكم بعدين. بس برضو ما تنسوا في نفس الوقت إنه فيلم ذا فلاش لما سووا له عرض مبدئي كان فيه آراء إيجابية جدا كويسة، ممكن يكون كلام جيمس غان صح وممكن يكون غلط، الله أعلم، ننتظر ونشوف بأنفسنا. وكمان جيمس غان يا جماعة قال إنه في فيلمين قادمة لشخصية باتمان في المستقبل. حلو قوي، ما نقولش لأ للمزيد من أفلام باتمان ولا كيف؟ وبما أننا تكلمنا قبل شوية عن أفاتار ذا واي أوف ووتر يا جماعة، أول جزء الثاني من سلسلة أفلام أفاتار، أحب أقول لكم إنه وخلال 8 أسابيع من موعد عرضه قدر الفيلم إنه يقفل 2 مليار دولار و174 مليون ديم، وبكذا صار فيلم أفاتار ذا واي أوف ووتر وفي 8 أسابيع بيع الفيلم رقم 4 كأكثر الأفلام تحقيقا للأرباح عبر التاريخ. أنا توقعت أنه ممكن يوصل أكثر من كذا، بس صراحة 2 مليار مرة كثيرة يا جماعة، ولكن بحكم مرور 8 أسابيع صعب جدا أنه يجيب فلوس أكثر من كذا. هو قريب مرة من أنه يطيح بالتايتانيك ويصير هو الثالث وتايتانيك ينزل للرابع، لأنه اللي بينهم تقريبا 30 مليون دولار، فيب فرصة أنه يطلع المركز الثالث سهلة، لكن أكثر من كذا ما أعتقد يقدر. بس للأمانة يا جماعة 2 مليار دولار في 8 أسابيع مبلغ مرة ضخم ولا كيف؟ فيلم تار للنجمة الرهيبة كيت بلانشيت يا جماعة قبل فترة طويلة توفر بجودات عالية على الانترنت، والفيلم يحكي قصة حقيقية لشخصية موسيقية اسمها ليديا تار. العجيب يا جماعة انه الممثلة كيت بلانشيت اضطرت انها تتعلم اللغة الألمانية علشان دورها في هذا الفيلم، واضطرت كمان انها تتعلم العزف على البيانو بشكل افضل، واضطرت كمان انها تتعلم كيف تقود فرقة الاوركسترا، وللأمانة قدمت دور رائع جدا في هذا الفيلم بشكل مرة مجنون. انصحكم تشوفوا الفيلم لانه مرة رائع، يكفي انه ترشح لستة جوائز اوسكار يا عمي، بالرغم من اني ما عاد صرت اؤمن بالاوسكار، بس ستيل 6 جوائز اوسكار لفيلم زي كذا لازم تتابعه. لحظة، مش اي واحد يتابع الفيلم، اذا انت ما تحب افلام الدراما الهادية والواقعية والبطيئة جدا لا تشوفه، اسحب عليه. بس صراحة كيت بلانشيت قدمت دور مرة مجنون في هذا الفيلم. وختاما يا جماعة، 30 يوم تقريبا أو أقل تفصلنا عن عودة هجوم العمالقة أو أتاك أون تايتن. أي نعم الاستديو جاب لنا الصداع، أي نعم الاستديو أتعب نفسيتنا وجاب لأمنا القرف في خطة نزول آخر بارت، بس ستيل الحماس فوق يا جماعة. عودة إيرين والعمالقة خبر دائما ما يرسم ابتسامة جدا عريضة على وجهي. هانت يا جماعة هانت، ما عاد بقي شيء. يوه بس والله يا جماعة إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو. لايك للفيديو لو عجبكم، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول. والأهم من هذا كله تعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وقناة الألعاب والميمز والقناة الترفيهية، كلها موجودين في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.